أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السادس. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سأتناول موضوعات الأسبوع الثاني عشر لمادة اللغة والأدب والتي بعنوان فن الرسالة، فأهلا وسهلا بك عزيزي الطالب. الأهداف: بيان موضوعات الوحدة وتوضيح المطلوب من كل منها. المفهوم الرئيسي: التواصل. المفهوم ذات الصلة، الغرض، السياق العالمي، الهويات والعلاقات. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنتناول فن من الفنون الأدبية بعنوان فن الرسالة. وفن الرسالة عزيزي الطالب هو فن من الفنون الأدبية له عناصر عدة، منها المرسل، منها نص الرسالة، منها الاستفتاح والغرض من هذه الرسالة والخاتمة والمرسل إليه. أنواع الرسالة: رسالة ديوانية، رسالة إخوانية، ورسائل أدبية. والرسالة كمفهوم عزيزي الطالب هو ما يكتبه المرسل على الورقة من أخبار ومعلومات على شكل خطاب لإرسالها إلى المستقبل، وذلك من خلال البريد. وهناك الرسالة الشفوية التي هي عبارة عن الكلام الذي ينقله المرسل إلى المستقبل شفوياً، وتعتبر الرسالة من الفنون النثرية في الأدب العربي، والتي بدأت في العصر الجاهلي وتطورت مع تطور الحياة في المجتمعات العربية. في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سنتناول حل أسئلة الاستيعاب والتحليل لدرس رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني للشباب، وسنقوم بتدوين الإجابات على كتاب اللغة والأدب. وبعد قراءة النص قراءة جهرية سنقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة. وضح التحديات التي يواجهها الشباب، بين الأمور التي يريدها جلالة الملك من شباب الأردن. وأيضا سنجيب عن الأسئلة التالية: لماذا يستودع جلالة الملك الشباب مستقبل الأردن؟ وما الآمال التي ينتظرها جلالة الملك من الشباب في الجامعات والإعلام؟ وما المسؤولية التي يشير إليها جلالة الملك في الفقرة الأخيرة؟ وعزيزي الطالب أيضا ستجد الإجابة في تحضير المنصة. ثم سننتقل عزيزي الطالب إلى القاعدة النحوية بعنوان الفعل اللازم والفعل المتعدي. في هذه القاعدة يا عزيزي سنميز بين الفعل اللازم والفعل المتعدي، وما المقصود بالفعل اللازم، وما المقصود بالفعل المتعدي، وأمثلة على الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم يا عزيزي الطالب هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة. أما الفعل الذي يحتاج لمفعول به سواء كان مفعول به واحد أو اثنان أو أكثر يسمى فعل متعدي. ثم عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى القاعدة الإملائية بعنوان الهمزة المتوسطة، وسوف نتعرف ما المقصود بالهمزة المتوسطة، ونستذكر الحركات من حيث القوة يا عزيزي الطالب، ونقوم بتطبيق الكلمات وكتابتها ومراعاة الهمزة المتوسطة فيها. هل كتبت على نبرة، أو هل كتبت على واو، أو هل كتبت على ألف، أو هل كتبت منفردة؟ ولا تنسى يا عزيزي الطالب أننا نكتبها بهذه الأشكال حسب الحركات من حيث القوة، إذ أننا نشاهد الحركة الموجودة على الهمزة ونقارن بينها وبين الحركة التي قبل الهمزة، ونبين من أقوى من حيث الحركات، وبالتالي تستطيع الإجابة والوصول إلى الجواب الصحيح. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سنقوم بإعطاء اختبار قراءة لدرس رسالة جلالة الملك للشباب، لذلك عزيزي الطالب عليك مراعاة معايير القراءة الجهرية.
وقراءة النص قراءة جهرية معبرة، وأيضا سنقوم بإجراء اختبار إملاء للقاعدة النحوية الهمزة المتوسطة من كتيب اللغة والأدب. سنختار فقرة نطبق عليها هذه القاعدة ونكتبها كتابة صحيحة. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من شرح موضوعات هذا الأسبوع. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.